سبحانك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرأة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة، كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء 7 بحارك، وصل على سيدنا محمد زنة 7 بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأراضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأراضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت
الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات، وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى، وصل على سيدنا محمد شابا زكيا، وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا، وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا، وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته، الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته، واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته. اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Zikir yapmak için buradayız. Nereye? Başka bir yere gitmeye gerek var mı Allah'ı hatırlamak için? Bazılarımız çok uzaklardan geldiniz ve buraya gelmemizin manası, sebebi de zikri canlı tutmak, zikretmek. Bu gecenin hatma haceganı duramaz, durmamalı. Eğer biz yapmazsak başkaları yapacak. Neyse görevimiz, onu taşımaya devam etmemiz lazım. Bizden öncesinde milyonlarcası geldi ve bu zikrin sayesinde kurtarıldı. Bizden önce milyonlarcası da bunu yapmadığı için kurtarılamadı. Çünkü verdikleri sözü unuttular. Sözlerini tutmadılar. Allah bizim aciz olduğumuzu biliyor, zayıf olduğumuzu biliyor. Sağlam olan Allah'tır. Zayıfları da sağlam eder Allah zikriyle. Ve Allah zayıf da olsak sözümüzü tutmamızı ister. Verdiğimiz söz de basit, kolay. Ölene kadar zikre devam etmek. Her perşembe gecesi. Yalnız bile olsanız, şeyhiniz de olduğunuzu düşünüp, sahibi seyfle beraber olduğunuzu düşünüp zikrinizi yapın. Şeyh Mevlana ile olduğunuzu düşünüp zikrinizi yapın. Onlar hep sizle beraber. Onlar bizlerin onu hatırladığından daha çok hatırlıyorlar. Ahir zamandayız. Dikkat etmemiz lazım.
Allah bizi kuvvetli tutsun. Temiz tutsun Allah bizi inşallah. Şeyhimizin hürmetine hatırlıyoruz. Ve minallahu tevfik Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يارادılmış cümle oldu şaduman gam gidip alem yeniden buldu can cümle zerratı cihani dübnida çağrışu ben dediler ki merhaba merhaba ey Ali Sultan merhaba merhaba ey Kanı İrfan merhaba merhaba ey Sırrı Furkan merhaba merhaba ey Nuru Rahman merhaba merhaba ey Bülbülü Bağ Cemal merhaba ey Aşinayı Zülcelal merhaba ey canı baki merhaba merhaba uşşaka saki merhaba merhaba ey canı canan merhaba merhaba ey derde derman merhaba merhaba ey cümlenin matlubu sen merhaba ey halikin mahbubu sen merhaba ey padişahudu cihan senin için oldu kev ile mekan merhaba ey rahmetellil alemin merhaba sensin şefial müznibin ey gönüller derdinin dermanı sen ey yaradılmışların sultanı sen sensin ol sultanı cümle enbiya nuru çeşmi evliyavu esbiya ya Habiballah bize imdat kıl son nefeste didarın ile şad kıl. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedun ve ala ali ashabin ve ashabul ecmain ve ersalallahu rahmeten lil alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyümmin ve ala alihi ve sahbihi sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyümmin ve ala alihi
salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. İlahi şerefe de Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyh Sultan Sahi Hüseyin Süleyman Çelebi Hasan. El-Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Eşhedü en la ilahe الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله 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 Estağfirullah, 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 استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك من كل ذنب ومعصيه من كل ما يخالف دين الاسلام من كل ما يخالف الشريعه من كل ما يخالف الطريقات من كل ما يخالف المعرفات من كل ما يخالف الحقيقات من كل ما يخالف العظمه يا ارحم الراحمين هودان كلمتين شهادتين عندك يا رسول الله وهي لنا وديه يمك يا رحمه للعالمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفاتيح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام وفد أمر إلا الله إن الله باس بالعباد رابطه الشريف Fatiha-tü Şerif, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, İhdina sirâtel mustakîm ve sirâtel lezînâ enamte aleyhim, gâyril magdûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 ألم نشرح صدرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صلي يا ربي وسلم على جميع الأنبياء المرسلين وعلى كل النجمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. صحابي الكرام الشيخين في تركة النقشبات العالية. الفاتحة. الله
فاعلم انه لا اله الا الله 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 لا اله لا اله الا الله 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 حسبنا Daniel.
المدد يا صاحب الزمان مدد يا ذكر الله تعالى إن كلب ولا الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا يا جلال يا الله يا جلال يا جلال
يا جلال يا الله يا جبار يا جبار يا جبار يا الله يا جبار يا جبار يا جبار يا الله يا قهار يا قهار يا قهار يا الله يا قهار يا قهار يا قهار يا الله يا قدير يا قدير يا قدير يا الله يا قدير يا قدير يا قدير يا الله يا مقتدر يا مقتدر يا مقتدر يا الله يا مقتدر يا مقتدر يا مقتدر يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا سامي يا سامي يا سامي يا الله يا سامي يا سامي يا سامي يا الله يا علي يا علي يا علي يا الله يا علي يا علي يا علي يا الله يا هادي يا هادي يا هادي يا الله يا هادي يا هادي يا هادي يا الله يا رشيد يا رشيد يا رشيد يا الله يا رشيد يا رشيد يا رشيد يا الله يا رشاد يا رشاد يا رشاد يا الله يا رشاد يا رشاد يا رشاد يا الله يا عليم يا عليم يا عليم يا الله يا عليم يا عليم يا عليم يا الله يا صبور يا صبور يا صبور يا الله يا صبور يا صبور يا صبور يا الله 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 حسبي الله ونعم الوكيل إن الله لا إله إلا نصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء المرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات اللهم صل على سيدنا على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع الخلق على محمد وعلى آل محمد عليهم وعليهم السلام
ورحمة الله تعالى وبركاته، ورضي الله تبارك وتعالى آل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وأن التابعين بهم بالإحسان، وأن الأئمة المجحدين المدين، وأن العلماء المتقين، وأن الأولياء الصالحين، وأن مشايخنا في طريقة النقشبنديات العليا قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، منور الله تعالى أزرهاتهم المباركة، وعد الله تعالى علينا من بركة وفيوداتهم دائما، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحان ربي العلي الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله يعلم ويعلم اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه من حق القويم في أنا من خير أمتك مسلم من زين حرمتك وشن بطن في زبرته وصامنا أسنتي وأمته وصول نصرتي وإلى متوسلين بسنتي وطاعتي ومنك اللهم له فيه وجماعتي اللهم ادخلنا معه جنته فإنه أول من يدخلها ورحم يوم يدخل خلائق فترحمها اللهم زدنا زيارة في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين أنت ونحن قبل سنة اللهم لا تجعلنا في مسجدنا أحدا إلا قصدته بما توبتي أنزلوا بها وسكنت به بهداية مغفرة أيوبا اللهم إنه كان معنا في سنة مضيت إخواننا معنهم القدوا إلى وسعي في الاستحادة لذلكي وفضله رحمهم الله اللهم ارحمنا إلى سنة من أصحاب القبور وفقنا إلى عمل صالح يبقى صنعه الألم من زهور اللهم اجعلنا لذلك الذاكرين ولنا ملك الشاكرين وليوم لذلك الذاكرين وأحينا في أعطائك مشكورين وإذا توفيتنا وتغفر غير مقتولين ونحن مسلمين واغفر لنا خيرهم في أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا الظالمين اللهم اجعلنا خاتم النبي شفيع وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيع اللهم اسقنا من حوض من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية منية ولا نعفر بعده أبدا تحت إبراهيم قضى اللهم ارحم بأبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولدقوق بعلينا وزد أجر هذا الخير في هذه الليلة وزد جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وفي الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والعافات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفونا بها عندك على الدرجات وتبلونا بها أقصى الغايات من جميع الحيرات في الحياة وبعد الممات. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. آمين. يا رب sana ilaştık, sana sığınıyoruz. Sen dualarımızı kabul eyle. Ya رب sen şeyhimiz Şeyh Lokman Efendi Hazretlerini başımızdan eksik etme. Yolundan ayırma. Ayağına taş değdirme ya Rabbi. Ya Rabbi sen kadirsin, sen halimsin, sen vedudsun.
Bizleri senin yolundan bir an olsun eksik eyleme ya Rabbi. Ya Rab, Müslüman topraklarındaki zulümleri bir an olmaz, bir an olsun kalkmasını sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab, kahhar sıfatınla kahreyle ya Rabbi. Ya Rab, düşmanı kahreyle ya Rabbi. Ya Rab, Müslümanları tekrardan Osmanlı sancağı altında toplanmasını sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab, dünyada ahirette şeyhimizin gölgesi altında olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İslam'ın yolunda hizmet eden müminlerden eyle bizleri ya Rabbi. Ya Rab, senin sevdiğin, senin hoşnut olduğun kullarından eyle bizleri ya Rabbi. Ya Rab, sen kadirsin. Ya Rab, sen vedudsun. Ya Rab, sen halimsin. Bu sıfatların hürmetine sen bizleri bağışla ya Rabbi. Ya Rab, sana inandık, sana sığındık. Senden başka gidecek kapımız yok ki çalalım. Sen dualarımızı kabul eyle. Biz aciziz, biz mahcubuz. Biz kimsesiziz. Sen kimsesizlerden eyleme bizleri ya Rabbi. Biliyoruz ki kimsesizlerin kimsesi sensin. Bizleri yalnız bırakma ya Rab. Ya Rab, sana inandık, sana sığındık. Senin hakkında dua ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rab, şeyhimizin yüzü hürmetine onun himmetiyle dualarımızı kabul eyle. Zikrimizi kabul eyle. Gecemizi mübarek eyle. Şehit olan kardeşlerimizin makamını yücelt ya Rabbi. Zulümünden kurtar ya Rabbi. Onların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Dualarımızla onlara yardım etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sen kadirsin, sen halimsin, sen vedudsun. Bizleri bu acıları tekrar yaşatma ya Rabbi. Sana inandık, sana sığındık ya Rab. Amin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Lazim alazi la ilahe illa ve heyyil kayyum atubu ileyh. Tavveten abdün zemmin zuşur. Allahümme ente rabbi la ilahe illa entel halkın vesten. Auzu bika meşerim asana al. يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام وفر أمر إلى الله إن الله باسل بالعباد الله صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي من جميع الحاجات وتطهرنا بالصلوات والتقوى وناصر من جميع الحاجات اللهم صل على محمد وارحم محمد وفضل فضل محمد يا أرحم الراحمين أرحمنا يا أرحم الراحمين فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا غفر الذنوب يا ستر العيوب يا فتح القلوب آمين 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 وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشايخنا في الدرجات المجمعة العليا خاصة لروحي غوث الحالك وجه الشحنك شمال محمد رسول بخاري سلطان أولياء الشيخ عبد الله فاسر قسن أبو القرى سيد الشيخ رمان السلام عليك الإسلام صاحب الزمن شيخ سلطان مولانا محمد نازم الله صاحب السيف شيخ رمان مهدي عليه السلام عليه السلام إن شاء الله الفاتحة اللهم صل على الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله قبل سن إن شاء الله الحمد لله شكر Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize şükrediyoruz ki bizi onu hatırlamamız için harekete geçiriyor. Bizi hatırladığının bir işaretidir bu. Eğer bizi unutmuş olsaydı biz de onu hatırlayamazdık, hatırlamazdık. Allah bize doğru liderleri yollasın. Doğru liderlerimiz gelsin, zulmü kaldırsın bu dünyadan. Zalimler ve zalimleri destekleyenler yerin dibine girsin inşallah. Allah kalplerimizden de zulmü ve başkaldırıyı, zalimliği kaldırıp bize daha çok akıl ve iman versin. Bu mübarek günlerde sahibi Seyfi hatırlıyoruz ve samimi olarak sana sormaya çalışıyoruz ki bizi bu ümmete faydalı kıl. Doğru yoldaki liderlerini gönder ve onları takip edelim. Bizleri onlar gibi yaşat ve onlar gibi bizi bu dünyadan al ya Rabbi. Şeyhin hürmetine, şeyhimizin hürmetine. El-Fatiha. Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Tamam. Women. Bismillahirrahmanirrahim.
وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرأة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة، كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهلل
يهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل